إلينا من القاهرة محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب أماني رشيد للحديث عن العملات الأجنبية وافتتاح الأسواق الأسهم وأسواق النفط. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ أماني. إذن بداية، كما نلاحظ بأن تراجعات وأداء المؤشر الدولار في تراجع بعد سلسلة طويلة من الارتفاعات، ما هي الأسباب التي تدفع الدولار نحو الانخفاض؟ في الواقع هناك أسباب كثيرة جدا مع بداية تداولات الأسبوع، أهمها تباين أداء المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية، خاصة يوم الجمعة الماضية مع صدور بيانات مؤشرات مدير المشتريات في القطاعين التصنيع والخدمي. فأظهر البيانات أن قطاع التصنيع بيعاني من تباطؤ واضح، ولكن القطاع الخدمي ما زال فيه ومستمر فيه وتيرة نمو. هذا بالأخص مع استمرار ارتفاعات التضخم بشكل قوي جدا، وبالتالي فتصريحات المحافظ الفيدرالي الأمريكي جيروم باول في نهاية الأسبوع الذي أكد على أن الفيدرالي الأمريكي قد يبدأ في تقليص برنامج شراء الأصول مع استمرار ارتفاعات التضخم، ولكن تباين أداء القطاعات بشكل عام في الولايات المتحدة يجعل أنه من الصعب أن يبدأ البنك في تقليص بأحجام كبيرة، وأنه قد يبدأ في تقليص برنامج شراء الأصول ولكن بأحجام لم تؤثر على الأسواق بشكل كبير. نعم، يعني هنالك تحرك واضح تحديدا بعد الحديث عن معدلات التضخم، على ما يبدو ان هنالك يعني نوعا ما تريث فيما يتعلق بتقليص حزمه التحفيز بشكل عام. لكن ماذا عن منطقه اليورو التي تشهد خلال تعاملات هذا الاسبوع العديد من البيانات الاقتصاديه على اجندتها الاقتصاديه، تحديدا يعني فيما يتعلق ببيانات المركزي الاوروبي الذي يتحدث عن ايضا تقليص وايضا تخفيض اسعار الفائده، منطقه اليورو وتاثيراتها على اليورو خلال تعاملات هذا الاسبوع؟ من أكثر الأحداث التي تترقبها الأسواق في منطقة اليورو بالطبع اجتماع البنك المركزي الأوروبي مع نهاية الأسبوع. بشكل عام البنك المركزي الأوروبي قد يبقي على سياسته النقدية الحالية التوسعية دون تغيير، ولكن استمرار ارتفاعات التضخم بشكل قوي جدا مع تباين أداء المؤشرات بشكل عام أو تباين أداء القطاعات بشكل عام يضغط على منطقة اليورو، يضغط على تداولات اليورو أمام يعني بالأخص أمام الدولار الأمريكي. فمع بداية الأسبوع شاهدنا أن هناك ارتفاعات نوعا ما بسيطة لليورو أمام الدولار، لأن الأسواق قد بدأت في تسعير أن البنك المركزي الأوروبي قد يبقي على سياسته النقدية الحالية دون تغيير، وبالتالي قد يؤكد على أن البنك يعني قد يتخذ إجراءات تقليص برنامج شراء الأصول الفترة المقبلة. ولكن زي ما كنا بنقول أن الأسواق بدأت تتوقع ده وبدأت تسعر أن أغلب البنوك المركزية بتتجه في تشديد سياستها النقدية بسبب ارتفاعات التضخم المفرطة بشكل عام. نعم، يعني وايضا يعني كما نلاحظ بان العديد من الدول وتحديدا يعني فيما يتعلق بالصين هنالك الحديث عن ارتفاع في اعداد اصابات كورونا واخذ الحيطه في حول هذا الموضوع، كيف يؤثر على اسواق العملات تحديدا؟ هل هذا الهاجس لا يزال يؤثر على اسواق العملات في العالم؟ راينا الاسبوع الماضي ان ثاني اكبر اقتصاد عالمي بيعاني من تباطؤ نمو ملحوظ وتباين قوي في اداء القطاعات. في الوقت الذي بدأت فيه مخاوف من عودة ارتفاع الإصابات من جديد قد يضغط هذا على أداء الأسواق العالمية بشكل عام بالفترة المقبلة، وبالأخص مع البنوك المركزية التي بدأت فيه أنها تقول أنها هبدأ أسعر أو هبدأ أقلص برامج شراء الأصول الفترة المقبلة، فاحتمالات أو الخوف من تراجع الطلب على الصعيد العالمي بيجعل الموضوع أزمة أكبر بالنسبة للبنوك المركزية بدلا من التسريع في تشديد السياسه النقديه خوفا من ارتفاعات التضخم المفرطه. هيبقى عندنا مشكله واضحه جدا، هل البنوك المركزيه هتبدا تقلص برامج شراء الاصول وتبدا تشدد السياسه النقديه، ولكن من ناحيه ثانيه تراجع الطلب والخوف من تباين اداء القطاعات واستمرار تباطؤ نمو القطاعات هيضغط على تلك السياسات الفتره اللي جايه. نعم، يعني أستاذ أمالي أريد أن أسألك حول الليرة التركية، كما نلاحظ بأن يعني انخفاض ليصل إلى مستويات قياسية 9 ليرات يعني تقريبا مقابل الدولار، هل تتوقعون أيضا المزيد من التراجعات في أداء الليرة مقابل الدولار الأمريكي؟ بالنسبة لليرة التركية احنا شايفين دلوقتي ان احنا هو عند أدنى مستوياته التاريخية أمام الدولار الأمريكي، وده بسبب ان البنك المركزي التركي الاسبوع اللي فات خفض الفايده بحوالي 200 نقطه اساس، ولكن الامر لم يقف عند هذا الحد،
ليه تركيا ممكن تشهد مزيد من التراجعات، خاصة ان هناك استمرار في احتمالات اتخاذ البنك المركزي التركي المزيد من خفض الفايدة، طبعا مع بالرغم من ارتفاعات التضخم بشكل كبير، ولكن فكرة ان البنوك بدأت تقلص القروض او بدأت تقلص احجام القروض، ده بيضغط على البنك المركزي. التوقعات اللي بتقول ان البنك المركزي هيخفض الفايدة في الوقت اللي المحافظ الفدرالي الامريكي جيروم باول الاسبوع اللي فات اكد على ان البنك هيبدا يشدد السياسه النقديه، تباين السياسات بشكل واضح ما بين تركيا وما بين الولايات المتحده هيدعم استمرار تراجع الليره التركيه امام الدولار الامريكي الفتره اللي جايه. نعم، ماذا عن اسواق الاسهم؟ لاحظنا خلال تعاملات هذا اليوم في الافتتاحيه بان هنالك العديد من التذبذبات والعديد من البيانات التي تؤثر على اسواق الاسهم العالميه في ظل ارتفاع اسعار النفط تحديدا، وصل برنت الى 86 دولارا للبرميل الواحد. نعم، المشكله الاساسيه اللي بتواجه حاليا الشركات او الاقتصاد العالمي استمرار ارتفاع النفط بشكل مبالغ فيه، طبعا مع تراجع المعروض بسبب طبعا الاعصار، ومن ناحيه ثانيه تراجع مخزونات النفط الامريكي، ومن ناحيه ثانيه ان منظمه اوبك بلس بتزود الانتاج ولكن بالوتيره اللي زي ما نقول 400 الف برميل يوميا، دي وتيره لن تدعم او لن تضغط على اسواق النفط بشكل كبير، خاصه مع استمرار ارتفاع الطلب. الان التحركات القويه للنفط وارتفاعات القياسيه للنفط، الان نرى نفط الخام غرب تكساس اعلى من مستويات ال 83 دولار للبرميل، وخام برنت اعلى من مستويات ال 86 دولار للبرميل، ده بيدعم او بيتسبب في الخوف من استمرار ارتفاعات التضخم، وبالتالي بيضغط على اداء الاسهم بشكل عام واداء الشركات، خاصه مع الترقب ل البيانات او اداء ارباح الشركات في الربع الثالث من العام. نعم، يعني هل نتوقع ايضا استمرار وتيره في ارتفاع اسعار النفط؟ يعني بعد الوصول الى مستويات ال 86 دولار، هل نتوقع ملامسه ال 100 دولار قبل نهايه هذا الشهر تحديدا؟ طالما لم يتغير اي اساسيات تدعم تراجع النفط او تتسبب في تراجع النفط الفتره اللي جايه، طالما استمرت اوبك بلس في زياده الانتاج بتلك الوتيره البسيطه، واستمرار تعافي الطلب العالمي، واستمرار توقعات تحسن توقعات الطلب العالمي، من المتوقع ان احنا نرى او نشهد مزيد من ارتفاعات النفط الفتره اللي جايه، ومش بعيد ان هو مع نهايه العام نرى النفط عامه عند مستويات ال 100 دولار للبرميل، ما لم يتغير او ما لم تبدا اوبك بلس في اتخاذ اجراءات قويه. نعم، إذا يعني في ظل الأزمة السودانية الحالية، هل من المتوقع أيضا أن تكون مؤثرة على أسعار النفط ارتفاعا أو خفضا؟ بالطبع استمرار العوامل الخارجية اللي بتتسبب في تراجع الإنتاج النفط بشكل عام، واستمرار أوبك بلس في زيادة الإنتاج بتلك الوتيرة البسيطة، مع استمرار تعافي الطلب العالمي، بالطبع قد يضغط على او قد يدعم الاسعار بشكل كبير جدا. نعم. وده هيكون مشكله اساسيه بتواجه اغلب البنوك المركزيه الفتره اللي جايه، ارتفاعات التضخم المفرطه في الوقت اللي القطاعات او النمو الاقتصادي لسه بيعاني من تباطؤ واضح. نعم، محللة أسواق مالية في إكويتي جروب أماني رشيد، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا.